كاين بزاف ديال الناس كيسولوا واحد السؤال، شنو هي العلاقه ديال تنظيم الوقت ديالنا مع الادخار ديالنا؟ كنظن بان ملي كنشوفوا هذا السؤال يعني في اول الامر كيبان بان ما كاينش شي علاقه ما بين تنظيم الوقت وما بين الادخار ديالنا، ولكن ملي كنمشيو لعمق الاشياء كنظن بان هناك علاقه وطيده ما بين الادخار وتنظيم الوقت ديالنا. لان مني كننظم الوقت ديالي يمكن لي انني يعني ننظم الاوقات ديال الاكل ديالي، وبالتالي مثلا على سبيل المثال ممكن كنفيق بواحد الساعه قبل من الخدمه ديالي ونفطر في الدار، وغنوفر هذاك الثمن ديال الفطور ديالي في الخدمه ديالي، غنفيق شويه بكري، غناخذ ترونسبور اللي هو مثلا تراموي او مثلا لوبوس او مثلا واحد الطاكسي، عوض انني نمشي في واحد سياره اجره اللي هي يعني صغيره واللي ممكن هي مكلفه. ملي غادي ننظم الوقت ديالي وغادي ندخل الدار ديالي ممكن انني نراجع مع وليداتي، عوض انني نجيب لهم واحد الاسده انها تقريهم يعني في الدار، وهكذا واحد مجموعه من الامور. وبالتالي مني كننظموا الوقت ديالنا كنظن بان كيبقى عندنا واحد هامش من المناورة يعني في الميزانية ديالنا، وفي آخر الشهر ديالنا ممكن واحد شوية ديال الفلوس يبقى لينا لدوير الزمان، لأن ما كنعرفوش الوقت اشنو ممكن تجيب.